وجودك معايا، واحب ابدا معاك بالمعايير. على اي اساس، سؤال عام جدا، بيتم حساب ما يستحقه النادي في فلوس الرعاية وفلوس البث التلفزيوني؟ طيب احنا مبدئيا عايزين نوضح حاجة، ان الرعاية نوعين، بث تلفزيوني زي ما انت قلت وحقوق تجارية. بالنسبة للبث التلفزيوني، هو توتال اجمالا في مصر المعيار الرئيسي هو المفاوضات. المفاوضات. ده العرف العام رقم واحد. رقم اتنين، دي محتاجة برضو ان الناس تعرفها، ان آلية العمل في قصة الحقوق التجارية تغيرت هذا الموسم. تغيرت بحيث ان الشركة المسؤولة عن هذا الملف هي وسيط اكثر منها في دور ان هي جالبة للرعاة، او ان هي بتتولى الملف بالكامل كما هو كان يحدث في السنوات السابقة. طب ده يفرق في ايه دلوقتي؟ التغيير اللي حصل ده في الآلية يفرق في ايه؟ التغيير ده يفرق في نجاحك انت الشخصي في جلب الرعاة، ان كل نادي مسؤول بشكل كبير من خلال ادارة التسويق اللي خاصة بيه في انه يحضر رعاة خاصين بالنادي. تمام. ده هل له اثار؟ له اثار في اندية عندها ادارة تسويق وشغالة من بدري على هذا الملف، وحضرتك سبق ووضحت انه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي هو في الاصل استاذ في التسويق، رجل اكاديمي معروف في هذا القطاع. في المقابل ان نادي الزمالك لا يوجد فيه اداره تسويق، واعتقد ان الملف بالكامل في حوزه امير مرتضى منصور على حد علمي. طيب خلينا بقى ندخل على ارض الواقع دلوقتي. عندنا اهلي وعندنا زمالك، ده نادي، هنا كلامي على الاهلي، شعبية جارفة، اسم كبير، بطولات، تاريخ يعني، وحاضر ومليان نجوم، في مواجهة الزمالك اللي الحاضر بتاعه افضل من حاضر الاهلي، بتكلم على بطولتين دوري مليء بالنجوم، ربما قيمتهم التسويقية حتى في السنتين اللي فاتوا اعلى من قيمة الاهلي، بطولات القيمة اقل التسويقية للأهلي أكبر من الزمالك على مستوى اللاعبين. للعيبة، على مستوى اللاعبين حلو، تمام، ده أقل. توضيح مهم. على تمام، مستوى الألقاب بشكل عام بيتفوق الأهلي، أنا بحاول أحط المعايير اللي هي معروفة تمام، إن هي بتؤثر في عقود الرعاية. تمام. ليه؟ هل الفروقات دي تعمل الفرق الكبير ما بين الرعاية اللي حصل عليها الأهلي والرعاية اللي حصل عليها الزمالك؟ لو اشرح لي ليه. طيب هقول اكيد طبعا، وهقول لك ليه. هنتكلم من بدايه عصر دخول كره القدم المصريه، عصر الرعايه، تمام. وهو الارث التاريخي للرعايه، اللي من بدايه ما الناس اتكلمت والقصص الشهيره المعروفه في بدايه الالفيه، ان الاهلي كان بيحصل على حقوق رعايه اعلى أضعاف عادية، يعني تقريبا 40 ل 2.5 مليون جنيه، يعني فرق بعيد جدا. الأهلي أول هذا عقد رعاية كان 40 مليون والزمالك كان 2.5 مليون. تقريبا، يعني تمام، تقريبا. على ما أذكر، علشان برضو من الدقة. فهذا الإرث هذا الإرث فضل متوارث وبيزداد في ظل استقرار كامل في الأهلي وتغير في مجالس الإدارات في الزمالك. وصلت انه في سنة 2011 وصل عقد الرعاية الخاص بالاهلي 141 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه للزمالك. تمام، ده سنة 2011، بالضبط. ده في السنة الواحدة ولا العقد اللي كان مدته قد ايه؟ لا، ده اجمالي العقد الاربع سنين. تمام، اوكي. واستمر هذا الفارق يتقلص بعض الشيء في السنوات اللي حصل فيها تغيرات ومجالس ادارات منتخبه في الزمالك، الى ان وصل الفارق ل 910 مقابل 450 في اخر عقد رعايه ما بين الناديين، اللي هو من اربع سنين تقريبا، اللي هو من 2018. تمام. فهذا الارث التاريخي له دور كبير جدا في تحديد الرعايه، ولكن ليس انه بهذا بمعنى ارث الفارق. تاريخي دي بمعنى انه اصبح معتادا ان الاهلي في جاب، فكلما زاد الزمالك طبيعي انه هيبقى الناحية التانية في زيادة عند الأهلي. بالضبط. تمام.